اليوم شاركت في الندوة التي نظمها حزب التقدم الاشتراكية حول مشروع قانون المسار المدنية، وكانت مداخلتي عبارة عن قراءة لمجموعة من المواد. وعن طبيعة الحال لا نقاش في أن يعني مشروع قانون المسار المدنية فيه مواد جيدة جدا، وأن فيه نوع من المواكبة والاستجابة لمجموعة من التوجهات ومن الآراء، لا فقهيا ولا قضائيا، ولكن يبقى أن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة النظر، وذلك من أجل تجويد يعني هذا النص. وتطرقت إلى عدد من المواد، منها ما يتعلق بالاختصاص النوعي على وجه الخصوص مادة 27، وكذلك إلغاء يعني الأحكام التي تصدر دائما في الاختصاص القيمي والنوعي تبقى المادة 32، وكذلك تطرقت للدفوع بعدم القبول، الدفوع الشكلية يعني في المادة 61، وتطرقت كذلك إلى التنفيذ المعجل لأنه المفاهيم التي يستعملها المشروع غير دقيقة، وكذلك إيقاف تنفيذ المعجل بقوة القانون الذي يعتبر مسألة ربما قد تطال حقوق المتقاضين. وكخلاصة أن مشروع قانون المسار المدنية يعني فيه عدد من المفاهيم ينبغي أن تدقق، لأنه لابد أن نكون على علم بكل مفهوم، وبعد ذلك يعني وأن نفهم آثاره وأن نعرف آثاره، وكيفما كانت الأحوال فنحن نساهم، كل منا يساهم من موقعه، وذلك من أجل أن يصبح هذا النص نصا مرضيا للجميع ويستجيب لمختلف يعني الانتظارات بالنسبة للمتقاضين ولا المهنيين ولا القضاء والمحاكم ولا بالنسبة للباحثين.